عسلامتكم ناس كل مرحبا بكم معنا في موسم جديد من الصحه والناس كل ما نتلقى بكم ان شاء الله تكونوا في خير وفي صحه وفي عافيه احنا كان جينا ودخلنا لدياركم جايين باش نطمنوكم باش نفيدوكم باش نقول لكم ما فماش حاجه راهي مرعبه لها الدرجة اي نخاف على روحي اي نجم نوسوس شويه اما عندنا طب اكفي وعندنا دي بروتوكول نمشيو عليهم حتى من غير ما تعطيهم للدولة اللي بروتوكول نتاعي انا لنحمي بيهم بهم روحي ونحمي بيهم صغيراتي معناها اذا كانت لمينا اليوم في الصحه والناس باش نقولوا يا ربي ان شاء الله فما الخير ان شاء الله فما الشفاء ان شاء الله فما العافيه راه الناس اللي قاعده تبرأ اكثر بارشة من الناس اللي قاعده تتعكر حالتها فما ناخذوش الاستثناء، احنا ناخذوا كان الاغلبيه، والاغلبيه ان شاء الله يا ربي تبشر بالخير، وحتى الارقام اللي قاعده تنقص ان شاء الله تبشر بالخير. اه انا هكا نحب نبدا، نحب نبدا بالتفاؤل ونقول ان شاء الله يا ربي يكون اه موسم خير لينا الناس الكل، وان شاء الله كي تلقاو اجابات اه على برشا اسئله، منها الجيل الطبيعي، معناها الناس الكل نشريو فيه. ساعات نشك نقولوا ريحته قويه برشا ساعات نقولوا ريحته كاينه ما فيهاش الكول بيان سور نزهو الناس الكل لكن نجموا نعملوا جيل طبيعي وحدنا في ديارنا هذا باش يقدمه لنا سيمون جي كان متقلقين على صغاركم بعد غدوه ان شاء الله العوده المدرسيه باش تكون بعد راحة 10 ايام نقول لكم بعد شويه باش تكون معنا دكتوره ايمان رياحي بيدياتر باش تجاوب ان شاء الله على اسئلتكم الكل اذا كان قاعدين تراو في برشا وصفات على الباش فيسبوك واحد يقول لك اشرب الكركم والاخر يقول خلط العسل بالقهوه معنا استنونا باش تاخذوا الصحيح مع الدكتور سيمي غطاس اذا كان عندكم شويه فضول على سامو والناس اللي تخدم في سامو نقول لكم تو سويت نرحبوا بالدكتوره آه بحثينا اليوم دكتوره وجدان سبيعي آه مرحبا بيك آه طبيب تدخل بالاسعاف الطبي الاستعجالي نورتنا برشا <applause> مرحبا بكم سيمون جي مرحبا بيك اهلا وسهلا تحيه آه لسامو نورتونا مسافه الامان ما بيناتنا موجوده <applause> <applause> <donc تصفيق> دونك بقد... أكثر من مترو معناتها موافقة هكا دكتورة <applause> ما عندك <انت> حتى قلق <applause> أوكي آه قبل ما نبدا الحديث معك، باش نهزك البلاصة عشرة أنت وياها هذول <applause> أه استنست بها ولات هي منك وأنت منها اللي أحنا الحقيقة نسمعوا بها سمع واللي أحنا ما نعرفوش هل هالخلية هذه كيفاش تخدم السامو كيفاش يخدم الطب اللي في السامو كيفاش يعيشوا آه نلوموا برشا ونتغشوا عليهم ساعات <applause> مش ساعات في معظم الحالات وش بيهم ما جاوناش دونك آه هالاجواء هذه الكل باش نعيشوها معك الشهر التالي خرجنا تصوير خذينا معاكم يوم في الاستعجالي لخصناه في الروبورتاج هذا. الو استقبال المكالمات الهاتفيه ولليوم اليوم على الرقم 190 تساؤلات واستفسارات دكاتره واطباء وممرضين فريق كامل على أتم الاستعداد للتدخل الفوري والعاجل وفي أقصر الأجال كامل الأسبوع وعلى مدار الساعة هكا كان النسق اليومي والعادي بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية للشمال الشرقي والمعروف باسم الساميو 190 <applause> <applause> هو باب كي تدخل السبيطار تلقى طبيب ورا الواحد تلقى واحد ما يستقبل المرضى ياخذ عليهم ال... الواحد وبعد الطبيب هو اللي يشخص المرض 190 كيف كيف احنا لما راك تشوف فيها نقص تليفون يهز نقص تليفون يهز شكون يبلوكي في الدنيا المشيرة الاخرى 500 ولا 600 ونوصلوا 1200 مكالمة في الساعة يجيو على بوست بارك بعد كذا كان 1200 قاعدين يطلبوا فرد وقت بالطبيعة اللي مش يتحسن فيهم تسببوا بي العبيد شكون هو اللي يعني بعد يولي يولي يسيح ويعيط ويحتج ويعمل هو سيد اللي نجم عنده لي كاباسيتي فيزيك ماهوش مريض اللي مكمل هو اللي يمشي يبدا يطلب يعاود يطلب يعاود يطلب يعاود خاطر اذا كان مريض بجد يطلب يعاود يطلب يعاود وبعد حالته تغلب عليه يمشي للسبيطار التدخل احنا مسانسين ديما اه في تدخلات الانعاش في فرق الاستعجال الانعاش مسانسين 10 15 تدخل وقت الكوفيد يولي 25 30 دكتور جديدي هو اللي لاهي بالوحده نعطيكم انا شيفر صغير واحد عاديه في كل عام احنا الـ الـ كل مكالمه فيها فيشه احنا عندنا نعملوا في العام 10000 11000 في العام تلي فيها برشا خدمه توا الى يوم 20 سبتمبر عندنا 30000 خليت النحل هذه فيها فريق كل شباب متطوع من مراكز النداء افرادو يستقبلوا المكالمات الهاتفية الواردة عليهم دون هوادة والمتصلين يبحثوا عن استفسارات وعن إجابات أو ربما ينتظروا في كلمة تبعث فيهم الطمأنينة والراحة النفسية ثم بيت جوست يستحقوا أن تثبت معها سكول عرض ذاك مرض مختلين عنده أمراض قدم يتبع عليهم ولا لا تثبت حتى من طبيعة الأعراض ثم شكون يتوهم اللي عنده الاعراض ثم شكون يقول لك عندي مشكله في كريجمي ما نجمش نتنفس الوغ كو تو سكي تهلويس تو بانيك ثم اون سيكريسيون دي تخلي لك البدن نتاعك يولي اسيد تنجم تعمل الديستيرويد تعمل الغصه تعمل الفده احنا كي نفسروا للعباد كيما هكايا ثم اللي يرتاح ثم اللي تفرهد، ثم اللي يقول لك لا راني نحس بالحق في روحي وقتا نوليو نعديلو الفيشه نتاعو اون فيغيفي افيك الريغولاسيون ونثبتو معاه دونك على انا ناخذ لي الكل وين تسكن قداش وقتاش طلبتنا دات والوقت شكون اللي طلبنا سا كونسيرن شكون معناها الباسيون شنو اسمها وقداش عمرها وشنو هي اللي هي فيه نأخذ لي الكل نهزوهم للريجولاسيون ميدسان ريجولاتور هو ياخذ ان شارج باش نشوف كيفاش الناس خونا يبعثولهم لهم أمبيلانس. بعد تلقي المكالمات الهاتفية والتيقن من ثبوت حالة مؤكدة لفيروس كورونا فريق الأطباء هذا يعاود التواصل مع المريض والتحول على جناح السرعة لمقر إقامته غير عابئين بخطورة هذا الفيروس اللعين شفتوا أنتم الصالة الأخرى ديجا فما يقبلوا المكالمات وعاديوا هنا لنا الصالة احنا نشوف الاستعجال فيها ديجا طوال قاعدين عندنا خرجنا أمبولانس نتاع المرسى اللي مريض كوفيد بوزيتيف مش يعينوا الحاله نتاعو يستحق شي آه انه الايواء به في المستشفى. احنا هنا موجودين للاسعاف معناتها الحالات الاستعجاليه اللي بالوقت تعمل كيما قلت لك اللي تقع فيه سيد عنده والده طلع ايجابي في الكوفيد وعنده شويه ضيق نفس هذا ما تحصل علينا اما يقو خاطر ال 190 هاك ترا فيهم لقيتوهم غاديك قداش فما من شخص قاعد يسقب في التليفونات وكي تجي تشوفوا اكثريتهم شنو ما أعرض الكورونا نحب نتحصل على نتيجه بينما فما ارقام معينه مخصصه لحكايه هذو كان نقول لك اللي بدات الجائحه دكتوره شنو اصعب الحالات اللي تعرضتو لهم؟ الحالات اللي يأتي يعني بعد ساعات تكون لي زيكيب الكل في تدخل والمريض يستحق تدخل فوري ونكون نحن ما عندناش ايكيب تكون موجوده على عين المكان يعني تكون الكل في تدخل دونك احنا نحسوا اللي احنا م... آ... يلزم في الوقت هذاك الحالي كيفاش باش نتصرفوا فهمت يحفظكم ربي يحميكم دكتوره آه والاطباء الكل في القطاع العام وفي القطاع الخاص خاطر تحقوا حتى القطاع الخاص التحقوا بالماراثون هذايا نتاع نتاع يلزم ينقص في ساعه في ساعه معناها طبيبه ش... نسمع فيها قبيليك رغم ال... ال... الريتم اللي عندكم اللي ما يقبلوش العقل معناها احنا قعدنا معاكم نهير وشفنا كيفاش معناتها من... نفس ما تلقاوش باش ورغم هذا آه نشوف في ريبورتاج آه تحس بما لك ضميري انبني ما نخلطش في الوقت بطبيعة خاطر أنت تخمم في في مريض شخص يستحق في في احتياج للمساعدة وأنت عندك يعني العلم باش أنك تنجم تنقذه لكن ما عندكش الإمكانيات فهذا هو اللي يخليك يعني تعرف شنو لازم تعمل وتعرف شنو لازم لازم يصير أما ما عندكش ما عندكش الإمكانيات ما عندكش إمكانيات تمشير. مادية ولا ما عندكش إمكانيات بشرية؟ لزوز زوز للزوز اي احنا في نقص في الاطباء يعني هذا نتصور يعني آه... رغم آه... اللي قبيله قلت لي واحنا نتفرجوا قلت لي دكتور غانم آه نورمالمون معناتها يستحفظ على روحه يستحفظ على روحه هذا... رغم هذا يجي ويشد معناتها دي ويخدم يعني آه ويحقق لنا في اضافه اضافه كبيره على الاخر معناتها كي تخرجوا المريض <applause> كورونا الحقيقه والله شو آه احسن وسيله للدفاع شنو الهجوم يعني من يعني بوتيتر لو اني بقيت من بعيد ونسمع الفيروس وكل شيء باش نكون خايفه اكثر من اني ديجا ما تعاملت معه وتعاملت مع مرضى و يعني بالنسبه لي الخوف ونقص برشا وتولي مع العلم احنا نخافوا من الحاجه اللي ما نعرفوهاش الحاجه اللي تعرفها بالعلم بشويه بشويه تولي تفهم تفهم كيفاش العدوى تفهم شنو لازمك تعمل يعني اي تحس معناها معناها لكن كانت صعيبه اي آه. اي وتوا نتصور خف عليكم حتى الضغط نتصور خف عليكم باعتبار أن وليت ولا مريض الكورونا يهز روحه ويمشي للطبيب. تو آه. فما نشهد احنا في الموجه الثانيه يعني تقريبا على امتداد الشهر اللي فات لا فما ضغط وضغط كبير. شهر فات في يعني بدايه من الشهر مش, آه ها ها. مش آه. من الشهر اللي للتوق... فات. لليوم اللي احنا فيه. اي للان فما ضغط كبير. بالطبيعه فما ضغط. اكثر دخت. من الموجه الاولى؟ اكثر 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 حسب ما نشوف اي اكثر. اكثر اكثر من الموجه الاولى. إذا كان عندكم أي سؤال للدكتورة وجدان أسبيعي إذا كان عندكم أي سؤال للدكتورة ريم مريح مختصة في الأمراض الأطفال للدكتور سامي غطاس اللي باش يكون معنا بعد شوية في كل ما هو فيتو تيرابي وأوميوباتي كما استانستوا بنا كي معناها يعني وصفاتنا الطبيعية والحاجات نجموا نعملوهم حتى في الدار ونقوي بهم مناعتنا نجموا تطلبونا على 71 143 475 دونك 71 143 475 الباج نتاعنا على الفيسبوك آه، على الصحه والناس على ذمتكم بطبيعة اذا كان عندكم اي سؤال توا ولا حتى في وسط الجمعه ولا اي اقتراح مرحبا بكم بي احنا في المباشر باش تكونوا معانا معنا زاده في المباشر بتفاعلاتكم آه، قبل ما تخلط لك الاسئله نتاع نتاع <applause> <applause> العباد تخلط لك الاسئله نتاعي انا <applause> <applause> هاو انا بالضبط شنو حاجتي اليوم دكتوره <applause> نحب بما انه سامو عليه ضغط اي لو طون لي سامو وانا متقلق والا لو اللي هزيت روحي وخلطت الاقرب استعجال شنو ما الحاجات الاسعافات الاوليه اللي نجم نعملهم لمريضي انا كمرافق مه. نجم نعملهم لمريضي نربح بهم الوقت قصص سواء في الدار ولا في الكهرباء. داكور. أنت باش توسع بالك معايا وتبعني بشوية بشوية أنتم سادة لازم تتبعوني خاطر فما يعني ألغوريتم معناتها هكا. بشوي بشوي. <تصفيق> <تصفيق> ما تصعبش <applause> علينا شوي أنا كيفاش مسهل عليك الحكاية تو. باش أه نبدأ بالسيد اللي يطلبك ويقول لك بابا بحذية ولا ولدي ولا خويا <applause> وعنده ضيق النفس يتنفس بالسيف. شو نعمل له لو طون اللي لي أنت؟ بيه هو قبل كل شيء احنا نحب نركزوا على حاجة انه الاتصال لازم يكون مش فقط الاتصال انك تعلمنا انه فما مريض لازم تكون تعطينا انت معلومات باش تسهل لنا احنا المأمورية متاعنا يعني بطبيعة تعطينا اسم ولقب المريض يعني باش ناخذ طول الدار باش نكونوا نعرفوا انا الدار العنوان حاجة مهمة ومهمة جدا رقم التليفون اذا كان ما نجمناش ما نجمناش يعني نطلعوا العنوان وماذا بينا تعطينا الحالة متاعه الحالية والامراض السابقة هذا مهم جدا اللي عنده دويات اللي يخفى في العاده خاطر احنا باش نعطي باش نوجهوا انفسنا زعما شنو اللي يطلع زعما شنو اللي يستحق كيما كنا نشوفوا في الريبورتاج وينجم يكون فصالخت معناه معناها نجم هو في الاخر ماهوش كورونا حاجه اخرى دونك حتى حاجه, حاجة اللي... اخرى ماهيش فوصه يعني ابار الكورونا يعني فما بيت عندها القلب فما عباد باش تعمل جلطات هذه نتعاملوا احنا ابار الكورونا نتعاملوا مع المرضى الاخرين يعني كيف كيف ما مالفين نتعاملوا في العادة. العاده بالضبط هو يمكن الضوء <applause> معناتها عليكم برشا بالكورونا اما يخدم في العاده ونضافت له الكورونا معناها وان شاء الله تمشي علينا يا ربي في اقرب وقت ان شاء الله دونك سؤالي. اذا كان كلمك وقال لك عنده احنا كي كلمنا احنا عندنا اسئله دونك اذا كان واعي تفرق ما بين انه شخص واعي وشخص غير واعي اذا كان واعي إذا كان إذا كان واعي شخص عنده ضيق في التنفس أول حاجة المرافق باش يطمنه خاطر فما ديما الكومبوزونت بسيكولوجيك عبد ما ينجمش يتنفس مليح باش يخاف باش يخاف شي ولي ما عادش يتنفس بطريقة أصعب دونك يحاول يطمنه يبعد العباد عادي يخلي له لهوا يحلوا الشباك اذا كان سوريا أو ما مريول مكبوس دونك يحلوا السبته كيف كيف تتحل يبقى اذا كان عاده المرضى اللي عندهم مشكله تنفس يكون ديجا يا اما عنده يعني فده من قبل ازم والا عنده التهاب مزمن في القصبات هذا. عباد عادة عندهم الدوام نتاعهم ويكون ويكون ماهوش يخفيه ولا ما خذاهوش نهارين ولا ثلاثه، لان المرافق المهمه الاساسيه نتاعو انه وقتها يعطيه الدوام نتاعو اللي ماهوش اللي اللي ما خذاهوش أيه. المده اللي فاتت ويبقى يعس عليه خاطر اذا كان مش معناتها يعس عليه حتىش تخلط ليكيب نتاع نتاع أيه. سامي اذا كان فقد الوعي والا تعكرت الحاله وقتها كيف وقت كيف لازم. وقتها بتصور باش توريهم احنا معاك وعلى ذمتك. أيوة. دونك اذا كانت تعكرت الحاله مثلا وانطلق والمريض فقد الوعي ولا ما استجبش وولت الحاله متاعه اخطر مثلا انه فقد الوعي لهنا ندخلوا في في, في بالعكس فما حاجات لهنا مهمة تصير وبالحق نجم تنقذ حياة عباد بالقدا بالقدا لازم أي مواطن تونسي أي تلميذ أي بو أي أم لازم يكون يعرفهم إذا كان شخص غير واعي عادة مش يكون ممدد على القاعة لهنا شنو أكثر حاجة أكثر خطر نخافوا منه إحنا إنه الشخص غير الواعي النجم اللسان نتاعو يسكر له مجرى التنفس نتاعو على هذاك شخص غير واعي شنو فما الصوره الاولى كان كان نجم نحطه اي معك احنا ناخذ الصوره الاولانيه اذا كان غير واعي هو باش يكون ممدود على الارض دونك احنا باش نحطو زوزه صوابع تحت الذقن مه. وزوزه صوابع على الجبهه يعني اذا كانت تصفيره حاضره آه هاي معنا أي. ولا دونك تحط دونك. زوز صوابع تحت الذقن وزوز صوابع ايه؟ على, على الجبهه ونرفعوا له الذقن نتاعو بالطريقه هذه اللسان ما عادش يسكر مجرى التنفس بيه؟ في نفس الوقت هو غير واعي السؤال الثاني اللي يجي اسكو يتنفس والا ما يتنفسش هذا ايه؟ هو اسكو فما دقات قلب ولا ما فماش ايه؟ اذا كان شخص ما يتنفسش يعني انت اذا كان يعني رفعنا له ذقن بتاعه باش تشوف صدره يتحرك ولا ما يتحركش ايه؟ تحس في في صوت تنفس ولا ما ايه؟ فماش اذا كان اذا كان ما فماش دقات القلب وصدره ما يتحركش لهنا المرافق باش يعمل عمليه مهمه جدا انه هو باش يضخ الدم في بلاصه القلب لبقيه اعضاء الجسم هذه فما صوره صوره عدد اثنين أيوة. ايوه فلا المرافق يجي دونك على على جنب المريض يحط دونك كف اليد لنا على اسفل الصدر نتاعو يعني في آخر, اخر في وسط صدره في في آخر, اخر في الاسفل وفوق منها اليد الاخرى دونك ويقوم بعمليه الضغط يعني بريتم 100 في دقيقه يعني واحد اثنين ثلاثه يعمل الضغط ويخف يده باش الدم يعاود يرجع للقلب باش المرة الجاية ضغطة ثانية الدم يمشي لأعضاء الجسم وهيك مطه... حسنت له الدورة الدموية حسنت... بك الضغط مقطعتش... اللي تعمل مش حسنت يعني انت ما قطعتش الدم على أهم عضو في, ال... في البدن اللي هو المخ يعني وقتها تنجم حتى حالة الوفاة على لا يقدر تكون معناها يعني وخرناها إلى أن تجي فرقة التدخل وقتها تصير الإسعافات. بش... فما الإسعافات فما جو سمحني النقطة الثانية ايه؟ إذا كان يتنفس واللي هي حاجة مهمة جدا زايدة فما الصورة صورة عدد ثلاثة ثلاثة ايه؟ اذا كان يتنفس اذا كان يتنفس باش نحطوه ان بوزيشن لاتيرال دو سيكوريتي فوالا يعني يتنفس هو ينجم يكون شخص يتنفس وغير واعي فما مشكله كيف كيف احنا ديما نخافوا على التنفس يعني اهم حاجه نعم. انه يتنفس نعم. يتنفس وغير واعي يتنفس وغير واعي المشكلة انه ينجم يتقيأ نعم. فيقوش به والقيء هذاك يرجع على مجرى الهواء آه. نتاعو دونك على هذاك نحطوه احنا على جنب الطريقه كيما يكون شخص دونك ال ال الضحيه او المريض يكون ممدد مريض المريض قدرة ربي باش هذا زاد السيف قدرة رب قدرة ربي اوكي لو باسيون يكون المريض دونك يكون ممدد احنا بيدنا نجيو احنا على الشيرة اليمين نتاعو مثلا أي? آه بيدنا اليسار ناخذ يدو اليسار نحطها نجيبها نحطها تحت خدو اليمين كما فما في في الصوره حتى ما كنتش واضحه دونك ظاهره الحقيقه باش ناخذ يدي يدو ونحطها له بالمخالف نخليها نخليها وتخليها له بيدي بلا. الاخرى الجنو الركبه نتاعو دونك ندورها ليا وحده وحده يبداش يوزن اكثر منك ضعفين باش يدوروا معاك راهو دونك يدوروا ايه. معاك خاطر متعاكسين كما كنا راهو في التصويره البدن بشي بدنه باش يمشي معاك بالبي دونك نحطوه على دونك يدور لي على جنب يدو هذيك باقيه تحت تحت راسه دونك ديجا راسه مرفوع نحاول نحلو فمه شويه باش اذا كان فما قيء او اي يعني سيكريسيون او اي اي سائل <applause> اي يخرج, يخرج يخرج دونك و هو ما هو محطوط على شيرته اليمين مع شي ركبته ركبته دونك عنده ركبه على الارض والثانيه اللي دورتها كيف كيف نحطها على الارض باش يكون ستابل واضح ما يتحركليش باهي فما ديزيرجونس اخرين زاد دي ينجموا ينقذوا فيهم العباد اذا كان عبد تخسر برشا اخرين انا مربوطه بحاجتين بالوقت وبالمشاهدين داكوش. دونك هذيك علاش قلت لك شو صار بالك معايا <applause> خذينا نحن يظهر اهم ثلاثه حالات انه ضيق نفس انه واعي وانه ماهوش واعي ما هوش واعي. معناها وانه ما يتنفسش وانه ما يتنفسش دا. بالكل دونك هذوما معناتها حالات حرجه آي. جدا جدا وينجم الشخص يغير يعني مسار حياه شخص كامل ومسار حياه عائله بحاجات بسيطه كيف معناها بالاسعافات الاوليه اللي كنتوا تراو فيهم توا معانا واللي كانت توصف فيهم الدكتوره تنجم تمنع مريضك تنجم لو طون لي جي سامو ولا لو طون مشى, مشي للاستعجالي تكون منعت له حياته كاريما معنا منير الديمي مرحبا بك سي منير مرحبا بك خويا أ... وبيك عايش أه. سؤالك أه. للدكتوره سؤال سؤالي انا نحب نسال انا راني انا الحمد لله عندي ويا ربي لك ما عنديش مرض معناتها مزمن ولا حاجه وما حبيت نسال معناتها نسال سامحني السؤال اش تحبي تسال لا أه, انا حبيت نسال نسم انا يعني نسم في الزنجبيل في الزنجبيل اي واه ساي اي واش كما يقولون سام الزنجبيل لعبة يعني كل المرضى المرض هذا الكورونا وكل شيء يقولوا معناتها سام الزنجبيل ما معناتها شكرا لك منير أه. شكرا لك أيه. شكرا لك سيمونير نجاوبوك عليهم بعد شويه مع دكتور سامي غطاس آه, سي علي الورتاني الو

آه شكرا لك اللي كنت بحذينا آه ان شاء الله تجي بحذينا مره اخرى ونزيدو نحكيو اكثر يمكن على حالات اخرى نتاع اسعاف للقلب ولا للمريض السكر اللي تحلو له السكر والبرشا حالات اخرى نجموا نمنعوهم بحاجات بسيطه كيما هكايا دكتوره آه وجدان السبيعي طبيب تدخل بالاسعاف الطبي الاستعجالي شكرا ليك اللي عايشك. كنت بحذينا نورنا احنا فاصل قصير في ساعه في ساعه باش تقاوني بحذا سيمون جي ونشوفوا الجيل رجعنا معاكم سيمونجي شريف مرحبا بك. هلا عيشك. وقتنا يزرب باش نمشيو مباشرة طريقة تحضير الجيل المعقم. وانت تحضر في, ال في الجيل سيمونجي أنا حبيت نقولوا أنه اليوم جاي بلاغ من وزارة الصحة يوصي المواطنين الكل بصفة عامة على أنهم كي يحبوا يشريوا المطهر هذايا يشريوه من مسالك صحية مراقبة مش منين يجي نشري الجيل نتاعي دونك يفضلكم آآ آآ كي نشريو الجيل ونشريو البافيت ونشريو حاجات كيما هذيا نشريوهم بلايص نكونوا واثقين فيها شنو عندنا هذي سي هذي عنا عندنا جيل, جيل المطهر ايه؟ اللي هو معناتها المكونات تاعو طبيعيه اي وثم معناتها حتى السعر بتاعه ماهوش غالي واللي معناتها المواطنين نجموا يحضروه في المنزل لانه معناتها سهل. تفضل ايه <applause> هذه عندنا هذه جيل تاع الصبار هذا جيل, الصبار جيل الصبار هو في حد ذاته معقم مطهر فهمني اذا احنا باش ناخذوا حسب الفورميول اللي عطيناها اللي باش ناخذوا 50 غرام لهنا 50 غرام جيل الصبار جيل الصبار بالطبيعه يلزمنا 50 غرام اي ثم عندنا زاد المكونات الاخرى اللي هي لايكول وهذاك هو وهذاك هو المعقم الاساسي لا الكول لا يشريوه من الصيدليه يشريوه من الصيدليه قداش 90 درجه يشريوه ك... ثم ثم بليزيور معناتها فورمول أيه؟ بالنسبه لهذا احنا أس اللي مش نستعملوا الكول ا 60 الكول ا 60 بالضبط اكزاكتومون دونك هنا عندنا 50 غرام اللي أيوة. هو الجيل ايوه هذا باش نحطوه في المورتي ايوه نحطوه في المورتي بالطبيعه اي وبعد باش نزيدوا المكونات الاخرين وباش نعملوا الجيل بتاعنا واضح فوالا دونك, دونك. هذا مبدئيا حطينا الجيل اللي هو جيل الصبار من بعد <applause> بعدين نحطوا الالكول الالكول 60 اللي هو موجود في الفورمول 35 ملل 35 <applause> عندك مليلتر. زوز معناتها ما يلزمناش نتصرفوا فيهم هو الجيل والالكول هذو ما نتصرفوش الجيل 50 لي. جرام والالكول الالكول 60 درجه 35 مليليمت 35 مليليمت اذا شوف معناتها كيفاش يولي سوليسيون نجموا نخدموهم تو هكايا نخدموهم مليح لانه الجيل معناتها على فكره جيل الصبار موجود في الصيدليات ويظهر لي السمنج 17000 في بالي في دور 17 دينار دونك هو اللي عنده يعمل لهم كميه كبيره اللي عنده صبار في الدار معناها صح عليه يخرج الجيل نتاع الصبار منه من المنتج للمستهلك اذا من الاول احنا شفناها كيفاش كان تو هكا ولا جيل شرب لنا لايكول الكل اللي هو الماده الاساسيه فهمني ما هو باش نزيدوا الويل دو سيزام زيت الجلجلان زيت الجلجلان اللي هو ادوسيسون باش يخلي لي ايه؟ ديما معناتها هو الكميه موجوده في الفورمول لكن ايه؟ احنا هذه بتصرف ماهوش ايه؟ اجباري اما اللي زوج اللي حسب ما شفتك حكيت 3 ملل تاكيت هكاك 3 ملل ايه؟ 3 ملل فوالا ايه؟ ايه؟ دونك كون كملنا كم الخلطه بتاعه ايه؟ فهمني كي جاي ايوه؟ هذا اعطينا ايوه؟ شويه المراد خلي خلي يشوف معاك اي تفضل سي مراد ايوه اوكي الزيت ايوا تفضل آه. تفضل سي مراد بعد الجيل هذا باش ندوروها جميع الكل سي اي نعم هذا دونك جيل حاضر باش تو شفت <applause> عملنا الليكول عملنا جيل تاع الصبار تو باش نحطوا المواد الاخرى اللي هي لويل اسونسيال تاع تياتري شجره الشاي ايوا نحطوا ثلاثة غوت من لا شجره عجيبه هذه معناها ثلاثة أيوة. قطرات ثلاثة قطرات بربي يعيشكم كي نقولوا لي ثلاثة قطرات ثلاثة قطرات عندنا رابين سارا زاد معروفة ومشهورة أنتي فيرال هذوما مكونات زاد كيف كيف ثلاثة قطرات زاد أيوة. هذه وعندنا فينالمون لويل دو مونت بوافري الفلاي الفلاي بوافري هذه ريفريشيسون باش تبدا اليد معناتها الغوسيت عنا تو لكم آآ آآ على الصورة هذوما دونك حاطين الزيوت بتاعنا الكل كل, كل شيء تو نسوا باش نزيد نحركوها مليح مليح فهمني انا انا على الجيل, الجيل ايه؟ حاضر باش هو نجم يتفرج فيه تو هذا الجيل حاضر باش كملناه شفت هكا رابيد وسهل الاستعمال اللي هو هذا <applause> اللي هو هذا اللي حبينا نهديوه للحصه يعني كميه كبيره سي ربي اللي هو هذا الجيل تاع اللي اللي عملت لي منه قبيله وانا داخله ريحته يسر بنينه اي بنينه وبلوس سيسون ترجعوا تشوفوا الفيديو على الصفحه الرسميه للوطنيه الثانيه وتشوفوا الفيديو هذا على صفحه الصحه والناس مرحبا باسئلتكم الكل على 71 143 475 مرحبا بكم اذا كان عندكم اي سؤال نحن على ذمتكم اذا كان على التليفون ولا اذا كان على الباج سيمون يظهر لي محضرنا لنا اون اوتر ريسيت رذاذ رذاذ مطهر رذاذ مطهر اللي هو هذا طريقه تحضيره سهله جدا هذا الكول الكول شناخذوا خمسين مليلتر ونزيدوا لو اوكسيجيني لو اوكسيجيني يعرفوه ربي سامحني سيمونجي ما ركزتش شويه آه 50 مليلتر من شو. 50 مليلتر الكول هي ديجا ديجا الفورمول عندهم راهي أي. اي اي دونك 50 مليلتر أي. الكول أي. اللي هي هاكا موجوده 50 أي. مليلتر أيوة. باش تزيدوا معاها 25 مليلتر شطر نتاعها معناتها أيوة. آه او اوكسيجيني <applause> اوكسيجيني باش نزيدوها تو أيوة. سمال <applause> عليك ما يسالش تنبعدو <applause> دونك 60 احنا من بعد في الترانزيسيون ننظم امورنا الكل سيمونجي اه باهي مؤكد باهي فوالا هذه دونك السوليسيون حاضرة توا باش نحطوها لهنا فوالا بلي يعني عندنا رذاذ هذا الرذاذ اللي يعملوا ملتي سيرفاس المعقم اللي يقول لك مثلا على لي بواني نتاع البيبان ويقول لك على حوايجك ويقول لك ايه على ملتي سيرفاس فوالا هذا تو ملتي سيرفاس يستعمل الماكن هذوما يستعمل حتى معناها اللي شو اللي مبسطها الحكايه بسيطه برشا تري معناها تري تري زيفيكاس آه خاطر اللي تحط الكول بلوس بلوس اوكسجيني ليفيكاسيتي والبوفوار تاعو ملتيبلي بار سانك مالي جماعه بالنسبه أه. للمطهر نتاع لي سيرفاس الالكول اللي تاخذوا شطروا يكون او أكسجيني. بالنسبة للجيل اعطيناكم روسيت اهم حاجة فيها الخمسين غرام متاع جيل السبار عليهم خمسة وثلاثين جرام الكول, ألكول. أه 60 دغري 60 دغري وبعد ناخذ الزيوت الروحيه اللي هي الفلايو وال والرافنسارا والتيات والتياتري وبطبيعه زيت الجرجلاني هذول باش تقعد يد دمان معناها دوس تدوس وكل شيء شكرا لك سيمون جي يقولوا لي فما تليفون حاضر مرحبا عسلامة مرحبا عسلامة مرحبا بك لا عايز تفضل بابي انا عندي سؤال للدكتوره اي بعد اذنك تفضل نحب آه آه نسالها يا ندرا معناتها الميت يموت نفس. هما نورمالمون لا عليها معناتها التعداد الكورونا هو في السبيطار باهي معناتها هذا اول حدا كان توفى مازال يعدي ولا لا؟ لا سامحني هما قالوا التعداد في السبيطار ما بالكوفيد لكن هي ازماتيك امم باهي هي مريضه ازماتيك كي توفات في السبيطار قالوا توفات تعديت من السبيطار هذه اول حاجه شكون قال لك؟ قال شكون قال لك؟ هما معناتها في التقرير مدى في التقرير نتاع السبيطار قالوا لي بتاع معدية بتاع معدية بتاع هي ماتت معديه بالكورونا هي ماتت معديه من بالكورونا به. مل سؤال شنو؟ في راسها هي توفات مل السؤال شنو هو السؤال؟ السؤال انا بعد ما هي توفات معناتها مرضت مع انا مشيت للطبيب قال لي انت عندك الكورونا انا مع... حبيت نتاكد هي تعديت من الدار والا لا باهي واضح واضح شكرا لك أه باش نمشيو نجاوبوك بعد مع دكتور سيمي غطاس أه باش نمشيو أه حضرنا لكم تحقيق ان شاء الله نكونوا قربنا المعادله شويه لكم توما. وقت اللي بدات الناس تحكي على الفاكسي جريب وصارت الحمله الاعلاميه على الفاكسي جريب اللي هي ما فهمتهاش علاش خاطر احنا في تونس كل عام سيمون نجي نعملوا نعم. الفاكسي جريب هذيا موجوده ماهيش حاجه جديده علينا تخلطت نعم. الامور عند الناس على الحمله الاعلاميه ذيك ولاو يحسبوا اللي الفاكسي جريب تنجم تعاون على مرض الكورونا نعم. خرجنا نحن مشينا للدكتوره ايمان بن سوسيه وقلنا لها شنو اهميه الفاكسي جريب خاطر فما برشا ناس يقول لك ما ناخذهاش تضعف لي مناعتي في امراض اخرى فما شكون يقول لك قريت عليها لقيتها ماهيش فما شكون يقول لك انا منها نخلق الفاكسي غريب شنو الاهميه نتاعها شكون الناس اللي تاخذها هل فما فرق بينها وبين الفاكسان تاع الكورونا اي ولا لا معناها اذا كان فاكسي غريب تعوض فاكسان كورونا اي ولا لا ريتهم الاسئله الكل جربتنا عليهم الدكتوره ايمان بن في تحقيق هذايا معايا ما تخليش الكورونا والجريب يتلموا عليك اللقاح ضد الجريب يهتيك فصل الخريف هو الفصل اللي تكثر فيه الإصابة بالنزلة الموسمية أو ما يعرف بالجريب النزلة الموسمية تعرف ذروة انتشارها مع بداية شهر سبتمبر وتتواصل إلى غاية شهر أفريل وفي الفترة الاستثنائية هذه اللي تعيشها بلادنا كما سائر بلدان العالم من انتشار لفيروس كورونا فإن الأطباء ينصحوا فئة من المواطنين بالتلقيح ضد النزلة الموسمية كأحد سبل الوقاية النزل الموسميه هي اسبابها شنية معناتها جينيرالما كي الطقس يبدا باش يتبدل نقولوا احنا لو شونجمون كليماتيك الطقس كي يتبدل معناها معناتها تلقى في النهار سخون وفي الليل الدنيا تبرد شوي الناس ما تاخذش احتياطاتها مازالت من الصيف تلبس خفيف وكل شيء هذيك علاش هي تكثر هذه اه هذا اول سبب زاد فما حاجه أخرى اللي يكون في الكهرباء عارق ويهبط يضربوا لهوي دونك ينجم ياخذ النزله هذيا اه الناس اللي زاد ما مت تلفش روحها بالقدي معناتها في الليل كما قلنا ولا صباح بكري نحكي على شونجمون كليماتيك هذي لكن فما حاجات اخرى اللي هي العدوى ينجم واحد مرض والاخر بجنبه يعديه وهذاك علاش احنا معناتها ديما نحاولوا معناتها نقولوا الناس الكل باش تلبس البافيت وتحمي روحها وتبعد على غيرها الفاكس كريب هي فاكسان ضد القريب، معناتها هذه باللغه معناتها السهله هي شنو هي في معناتها هو فما فيروس نتاع الجريب هذا يجينا كل عام دونك احنا فما تلقيح نعملوه اهميته شنو هي باش ينقص الاثار الجانبيه نتاع الجريب وباش تجينا الجريب خفيفه هما برشا ناس تعمل فاكسان وتمرض لكن جيها باقل حق حديه معناتها معناتها دون فاسون موان غراف كيما نقولوا به لشكون معناتها ننصحو الفاكسي الفاكسي جريب لكل انسان مسن هوني مع تأكد برشا الصغار لي مش لازم يعملوا فاكسي غريب ليك اللي عندهم امراض مزمنه كيما الربو كيما الحساسيه في الصدر ولا حتى لي اللي غينيت اللي برشا خاطر ينجموا يعطيوهم بعد ربو اللي الحوامل الناس اللي عندها نقص في المناعة بصفة عامة حتى الصغار اللي عندهم نقص في المناعة والصغيرات اللي تبعوا عند طب الأطفال هما ينصحوهم شكون اللي باش يعمل فاكسي لكن مش الناس الكل تهبط بربي على الصيدليات وقاعدة توروا فيهم معناتها الناس الكل هبطت ليه اللي حكينا عليهم هذوما معناتها فئة معينة وخاصة خاصة المسنين واللي عندهم أمراض القلب معناتها الامراض المزمنة الكل السكري يبدا ماهوش يزيد معدل بكذا معناتها لازم يعملوا فاكسي غريب اللي عندهم امراض الدم اللي عندهم امراض القلب كما قلنا معناتها هذوما هما اللي ننصحوهم بالفاكسان ضد نزله البرد فما شكون يقول اللي الفاكسي غريب ضعف المناعه هذا مش صحيح هي ما في المناعه وبالعكس احنا نعطيوها للناس اللي عندهم نقص في المناعه باش يقاوموا النزله الموسميه هذه القريب بصفه خير معناتها ويكونوا بعاد على كما متاع النجم معناتها كيما نقولوا لي كونسيكونس نتاع الجريب خاطر تنجم تعطي برشا معناتها دي كومبليكاسيون الجريب انا نحب نطمنها معناتها باش نقول لهم راهو هو فيروس عندنا الوسائل نتاع الوقايه من اللي هما لبسان الماسك اللي هو التبع هذا الجسدي اللي هو الانسان ياخذ الراحه من الطبيب بتاعه ولا كانوا في السبيطار وقت ما يمرض باي معناتها توا يلزمنا احنا موضوع دوا كونسيديغي تو النزله البرديه كلها كوم كوفيد هذيك علاش احنا نحثوا على الفاكسي غريب للناس المعينه علاش باش ما يتخلطش علينا نقول احنا كي يعمل الفاكسان تاع الجريب يولي اذا باش يعمل نزله قويه نفهموا اللي هي الكوفيد وما هيش الجريب الموسمية الفاكسي غريب هي ما تحميش من الكورونا هي نتاع الجريب الموسميه لكن مربوطه بالكوفيد كيفاش مربوطه وهذاك علاش معناتها احنا اه نشجعوا انهم يعملوا فاكسان للناس المعينه كما قلنا نحكي انا كي نعمل الفاكسان دونك باش تجيني الجريب جينيرالمون اقل دونك مش وقتها بالكوفيد وكيف كيف تعرف انت مرض الجريب يطيح المناعه معناتها انا كيف ناخذ الفاكسان نعمل فاكسان المناعه نتاعي باش تكون خير دونك نجم نقاوم انا حتى كان جاتني الكوفيد نقاومها فاسون انجا اللي عملوا الفاكسي غريب عام ناول يعاودوا السنة على خاطر السوش نتاع الفاكسا نتاع الغريب معناتها الفيروس هذاك يتبدل كل عام دونك كل عام هذاك علاش هي توا وقتها في اكتوبر كل عام فما سوش جديده تخرج هذيك هي اللي مش نعملوها للتلقيح يظهر لي وضحت مليح مليح دكتوره ايمان بن سوسيه شكرا ليك على خاطر هذوما لسه نسالوا فيهم نحنا ضعف لي مناعتي لا في فتره ما ينس كل مشي للفرماسي تشري في فاكسي جريب قال شنو على خاطر زاد ما علينا الكورونا في الشتاء دونك الفاكس غريب باش تحميني من الكورونا الفاكس غريب ماهيش تلقيح ضد الكورونا هو تلقيح ضد الغريب ما يعوضش تلقيح الكورونا ولكن الناس اللي عندهم مشكله مناعه بيان سور اذا كانت تحسنت المناعه باش تحسن على كل شيء على الاقل اي مرض كان هكا اللي دكتور صحيح ولا صحيح صحيح مدام دكتوره ايمان الريحي مختصه في طب الاطفال نورتنا برشا يعيشك ميرسي حضورك معنا نهارين قبل العوده المدرسيه مهم برشا برشا على خاطر محبتك. في الاثناء فما ارقام خرجت قبل كنا نقوله صغار ما يتعداوش اليوم دكتوره نيساف بنا عليا خرجت مؤخرا باش رقم اربعه موتى او ثلاثه موتى في صفوف الصغار الرقم ماهوش مهم صغير برشا الرقم ولكن الدنيا كلات بعضها عليه ولات خايفه على صغارها اليوم الرقم هذا ساعه دكتوره تعتبروه رقم مفزع والا لا به نحب نصحح معلومة اللي من مارس ما قلناش الصغار ما يتعداوش ما فما حتى طبيب قال الصغار ما يتعداوش أما اش قلنا؟ قلنا راهو الصغار يتعداو أقل بدرجة أقل وخطورة الكوفيد عند الصغار أقل من الكبار دونك الفكرة اللي خذوها معناها السادة المواطنين راهو ماهيش صحيحة الصغار راهي تتعدي بصفة كبيره معناها اقل برشا أه بحاله الوفاه نحب نركز كيف كيف على حاله الوفاه هي كل وفاه مفزعه حاله وفاه بركه مفزعه عند الاهل وعند الناس الكل مي حبيت نقول لكم اللي ثلاثه حالات وفاه اللي صاروا هذوما صاروا أه لصغار فوق 12 سنه أه داكوردو معناها ما عادش نحكيو على صغار صغار اه ايه فإ... <applause> احنا الاطفال اللي هو انتم حتى ل 18 احنا حتى ل 18 سورتو حتى ل 15 معناها احنا ليرة انتم الطب عندكم حتى ل 18 معناها احنا 12 سنه ما شاء الله بدا يكبر معناها ثلاثه حالات وفاه اللي صاروا هما سي فغي تيستي كوفيد بلوس اما هذوما ثلاثه صغار هذوما اون فيت يحملوا امراض مزمنه خطيره بطبيعتها تنتهي بالوفاه بي. اش معناها؟ معناها هم زيتي تيستي بوزيتيف اما الموت نتاعهم الوفاه نتاعهم ماهيش ناتجه من الكوفيد. ثلاثه حالات الوفاه هذيا ثلاثه صغار منقطعين عن الدراسه. واضح. من اصلهم منقطعين عن الدراسه في الامراض المزمنه اللي كانوا حمومة. شكرا على توضيح المعلومه دكتوره باش هكاك تكون الامور واضحه مليحه عند الساده المشاهدين عند الاولياء خاصه هما ثلاثه صغار معناتها بطبيعتهم امراضهم المزمنه كانت معناها مف... من... نعرفوا احنا اللي فما امراض تؤدي الى الوفاه <مضح> معناها في فتره معينه بعد يقول لك طبيبك ملي تولد يقول لك راهو <applause> راهي اقل برشا <applause> وراهي أي... صحيح معناتها اذا كان نطرح السؤال بطريقه مباشره <مضح> اليوم العوده المدرسيه تخوف؟ آه ماني مع او العوده المدرسيه شوف بلدان العالم كامل بلدان فرنسا آه فرنسا واوروبا معناها قصوا كل شيء وقفوا كل شيء الا المحاضن والروضات ولليسي التعليم ما وقفش التلام قاعدة تقرأ على رواحة معنى يقول قائل كان يخوف راه رو را وقفوا كان يخوف راه وقفوا معناتها تضحوا ب... ب... باقتصاد بلاد وبخدم ناس وبالدنيا الكل معناها كان جات حاجه تخوف راه ما لعبوش بولادهم بالطبيعه اه عليش هنا هنا ناخذوا البالانس احنا ميزان اه كل شيء يدرس بطريقه علميه راه ايه. الميزان هنا ميزان معناه بالانس مبيين مخاطر الكوفيد ومخاطر الانقطاع عن الدراسه. اي البالونس هذه درسوها علماء الاجتماع، درسوها اساتذه في الطب، أيه. معناها انا هنا باش نعم نعطي تحيه للجمعيه التونسيه لطب الاطفال على خاطر خدمه كل سهل يخدموا فيها باش يخرجوا التقرير على العوده المدرسيه. اون فيت مخاطر باش يلقاو اللي خطوره الانقطاع عن الدراسه اكبر بارشة من خطوره الكوفيد عند الاطفال، هنا نغزروا للحوادث المدرسيه، هنا هو منو منوغيسون. هنا خليني نلخص انا أي. دكتوره باش نجم تعدل نقطه اخرى اني كيفاش نحمي صغيري وهو راجع. ملخص لحديث دكتوره وانه انتوما كاطباء مختصين في طب الاطفال مع العوده المدرسيه على غرار بقيه البلدان. و... والتقارير والبحوث تقول اللي صغير كي يقعد في الدار <applause> اخطر المخاطر الصحيه اللي عليه اكبر برشا من اللي كي ياخذ كورونا دونك لهنا حتى نسمعوا في حديث وحتى <applause> لسعد اليعقوبي وحتى من ناس اخرين حتى اولياء <applause> احط صغيري في الدار لين خاف على ولدي ما نهزوش لا يا مدام لا يا مسيو هز ولدك يقرا وخلي ولدك يقرا وعلمه يحمي روحه علمه مع احترام يحط صحيح مع احترام البروتوكول الصحي احنا اون فيت كدوله وكاطباء وكشعب وكل شيء راهو حتى اللي راهو فيه في المكاتب ايه. ما معناها فما احترام نوعي للبروتوكول الصحي داكور دونك مع العوده المدرسيه مع احترام المينيموم من التباعد الاجتماعي من لافاج معناها غسل اليدين وكل شيء داكور وخليو كل واحد يخدم خدمته مادام عندنا طب تخدم وقاعده تخرج في نتائج وجمعيات تخدم وقاعده تخرج في تحلل وتخرج في نتيجه خليو نستخدم مادام قالوا العوده المدرسيه ما عندهاش خطوره فما عندناش علاش نتزايدوا على بعضنا خليو صغار ترجع تقرا وربي ينجحهم ان شاء الله به يرجعوا بعد غدوه شو تعطينا كحمايه لصغارنا باش ما يتعداوش في خاطر فماش كان كورونا شنو اه موجود في الميوباتي مثلا ينجم يعاود؟ اه به ديما لي جيست عمرنا ما نساو لي جيست التباعد الجسدي اللي هو صعيب ياسر تحت ست سنين راه به اه عندنا لافاج ديما عندنا الجيل عندنا اه يدين عندنا يدين التلميذ ليغاسيون دونك عندنا البروتوكول الصحي اللي عند مثل ليغاسيون مال ال الساله القاعات هذه الكل نعرفه بالنسبه تويكا للصغير التغذيه السليمه النوم السليم داكورد صغير القدم مليح حطي تغذية سليمة داكورد. أي... مع... معناتها تغذية سليمة معناها دكتورة اش تحب تقول؟ التغذية سليمة معناها إلي ريش أون فيبر وفيتامينات ولي جو دورانج تو سكي سوفخ اللي نلقاوه في المعدنوس اللي نلقاوه في الثوم اللي نلقاوه في البصل الخضرة بأنواعها الخضرة دي؟ الفريشكة بيان سور هذه دون فاسون جينيرال نبدو على الحلو أي. معروف أيه؟ الجراثيم بصفة عامة والفيروسات بصفة عامة تحب الحلو داكوردو هذه الماكلة هذية الماكلة النوم الصحي الصغير التعب مناعته تقل معروفة صغار وكبار وكبار تهوية المكان اللي عايشين فيه باهي الرضاعة الطبيعية تعرفني أنا ديما نركز على الرضاعة الطبيعية. بربي ده مش جبت نقطة الرضاعة الطبيعية وأنا نركز على الرضاعة الطبيعية. خلينا نركز معاك المرة هذه على الرضاعة الطبيعية على خاطر آه فما شكون يقول وأنه الأم اللي ترضع تنجم تعزي صغيرها. وهذه خرجت برشا حتى في وسائل الاعلام والناس تسال <applause> اجابتك دكتوره؟ أه بيه به احنا هذه حكيت خرجت معناها من مارس التوا والعالم تطور ولا لا معناتها و... انتم بيتكم وصلتكم آه, بحكي أه بيه شو لقاو؟ لقاو اون فيت اللي اخر اتيود قريتها انا في الجورنال اوف بيريناتولوجي هذه في اوت 2020 في امريكا آه خذوا اون فيت دي مامون انفكتي معناها امهات مرضى بالكوفيد حلوا لهم الحليب نتاعهم ما ما لقاوش دي فيروس معناها لا غين نتاع الفيروس Bonjour في اتود شينواز لقاو انكا اللي كان حق تحتوه كولتور كما نقولوا حنا زرعوه فيت يلقاوه إيه؟ نيجاتيف دونك ما يتعداش ما يتعداش دونك الفيروس اون فيت ما يتعداش راهو من حليب معناها معناها إيه؟ حليب الام ينجم يكون يحمل دي مناعه تحمي صغير من الكوفيد مالا نحيو علينا الاشاعه هذيا حليب الام يعدي حليب الام ما يعديش حليب الام يعطيك مناعه اقوى في كل حالة حتى في حاله الكورونا نرجع قلنا ماكله صحيه نوم صحي نهاوي والبيت نهاوي والقسم الرياضه التباعد الاجتماعي الرياضه الرياضه والميوباتي مش نحكي عنها والميوباتي اعطيني شنو عندك في الميوباتي دكتور دكتور احنا كايها مرض فيروسي دونك احنا توا في السيزون تاع الامراض الفيروسيه دونك احنا في الجيحه تاع الكورونا أه جو بروبوز لو كوكسينوم هذاك كل جمعه مره في الجمعه او مره في, إيه؟ في الجمعه الانفلونزينوم مره في الشهر السيروم دو يخسان مره في الشهر نجمو نعطيوه مثال مره في الشهر مع باش من الام ما تدخلش بعضها مره في الشهر نعطيو لانفلونزينوم نهار تبيدو نعطيو زينوم ونعطيو سيروم دو يرسان ونعطيو التيمولين 9 ياش الكل الكلهم نفس ياش الكل هما بعضهم لا لا فرت... التيمولين مره كل 15 يوم معناها الام تنجم تقسم سبت واحد اللي مرة في الشهر تعطيهم باغ اكزومبل في الأحد واللي كل جمعة تاخذ السبت واللي ان جور جمعة بجمعة تاخذهم كيف كيف السبت. مي لا ان... آه ان... ان... نكمل ان معناتها تعاودهم لي ونختموا بهم. بيه. مرة في الجمعة لوسيلوكوكسينوم. اكزاكتومون. مرة في 15 يوم. مرة في 15 يوم تيمولين نفسياش. مرة في الشهر لانفلونزينوم نفسياش وسيروم دو يخسان نفسياش. شكرا لك دكتوره هكذا يظهر لي اجابه على اسئلتنا الكل ويظهر لي خلينا كيفاش نجم نحمي صغيري من العدوى معناها باللي اعطاتهم تويكا الدكتوره يظهر لي نجم نحمي صغارنا من العدوى سواء كانت كورونا وألا غيرها رب يحفظ وليداتنا ان شاء الله احنا اذا كان استضفنا الدكتوره بحدينا اليوم فباش انتوما ما تخافوش باش ما تترعبوش من العوده المدرسيه وباش تحضروا مليح للسيزون تاع الشتاء دكتوره ايمان الرياحي مختصه في طب الاطفال شكرا لك اللي كنت بحدينا باش ناخذوا فاصل ونستقبل الدكتور سمير غتاس دكتور سيمي غتاس مرحبا بك معنا الله يخليك مرحبا بك في أول حلقة معنا في الصحة والناس أنا آه، إيه الحقيقة ماذا بيا كل من قابل العبيد آه، هكا نحب حتى أتحفظ الكاميرا أيه. نحس فما مرال المهزوز نحس فما آه، عبيد يراو في الدنيا إن شاء الله مزيل فما الخير إن شاء الله غدوة خير دونك آه، هذيك علاش آه، كي تجيب حذية نستفيل آه، من شنو نستفيل نقول عندنا حاجات اللي ما يتكلفوش برشا فلوس ناس, ناس من تشكي لك برشا فلوس ما يتكلفوش برشا فلوس وكي نداوم عليهم ونواظب عليهم ينفعوني ويفيدوني طيب. وانا في الاخر شنو حاجتي في الموسم هذا وفي كل موسم اني نقوي مناعتي دونك نجموا نقويوها حتى في مكلتنا حتى في لي اللي بلونط اللي ناخذوا فيهم طيبط. واللي موجودين في ديارنا هكا ولا اي وهذا هذا دورنا ان نعطيو المعلومه الصحيحه اللي اللي خرجت لنا في الابحاث العلميه اللي ثبتت وإحنا كما كانت تقول الدكتوره معناها بالنسبه لكورونا معناها معناه ما زال ما صار ما عندناش وقت كافي باش نخرجوا الابحاث اللي اللي معناها باذن الله تصير خاطر مازال مرض جديد لكن اللي ثابت علمنا انه الناس اللي قاومت المرض هذا هي اللي منعتها خير. دونك يعني باش نحسنوا الماكله نتاعنا في الاتجاه اللي تحسن المناعه يعني اني ناكل الخضر كما قالت الدكتور تويك سورتو الخضره والغله انا جاينا آه انا دكتور كيفاش نجم نقوي المناعه أنا جايينها آه. وبالنسبه للمناعه انا بالنسبه لي انا حتى كان خذيت حصتين حتى كان خذيت ثلاثه حصص من الصحه والناس آه لا هذاك على خاطر توا كل شيء يدور حول المناعه ويظهر لي العالم الكل في قادم الايام باش تدور الامور الكل حول المناعه حبيت كاول حصه دكتور قلبي معبي على برشا حاجات ترى فيهم على الفيسبوك معناها ناس تفهم وناس ما تفهمش قاعدين الناس كل تبارطاجي في حاجات أم ساعات صحيحة وأغلبها غلط علاش خاطر ما ناخذوش الحاجة من مصدرها احنا عندنا ما شاء الله في كل بلاصة في تونس في كل جهة في تونس دي فيتو ناس مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية دي زوميوبات مختصين في الميوباتي okay. عندنا اللي مختصين في اللوغوكولو في الميزو ما شاء الله على طبتنا معناها mm -hmm. كفاءة عالية ما عنديش علاش أنا باش أخبار غالطة محطوطة على سيت باش يبيع اكثر مثلا ولا باش يدبر اكثر هذاك علاش باش نجي معاك بالوصفه بالوصفه أيه؟ وقول لي انت صحيح ولا غلط كان ثبتش المده اللي فاتت ياسر بارتاجات الوصفه نتاع الكركم والعسل أيه؟ أيه؟ وقالوا لي هي مضاده للكوفيد أيه؟ صحيح ولا غلط الحقيقه الى حد الان ما عندنا حتى اثبات علمي انه معناها فما نجاعه من الناحيه الذهنيه كما قلنا حسن المناعه صحيح العسل اللي حسن المناعه صحيح الكركم حسن لكن ما فماش ثبات علمي معناها هذا اجتهاد شخصي اجتهاد يقولوا ينجم مش مانع ياخذهم اما ما يقولش انا ما يقولش الكوفيد حميني الكوفيد حسن يقولوا آه تشرب برشا قهوه آه الكافيين في القهوه آه. يحمي من الكوفيد لا مش صحيح مش صحيح أه وانا انا ننصح بالعكس انك ما تشربش برشا قهوه ماكسيموم زوز قهاوي على خاطر احنا حاجتنا بالمناعه كما قلنا اول حديثنا ومناعتك اذا كان تكثر برشا بالقهوه تمشي الاتجاه الاخر على خاطر قلنا في المرات السابقه انه النوم جوده النوم حاجه اساسيه في المناعه الباهيه اذا كان نكثر نفوت قهوتين من منع النوم تعبش باش ينجم يتفرعس بالعكس مناعتي تنقص وكان نقول اللي يسمع فينا ماكسيموم زوز قهوة اللي مغرومه <applause> نجيو للزنجبير اللي سالنا عليه قبيلك الدكتور آه سمحني آه سالنا عليه سي المشاهد سي آه. سيمونير الدامي وانا آه. نعاود نذكر 71 143 475 هذا الرقم اللي باش عليه كل نهار سبت ان شاء الله في المباشر من 3 ثلاثة 4 متاع العشيه على الوطنيه الثانيه وتجوا تتواصلوا معنا حتى على الباج متاعنا الصحه والناس آه الوطنيه الثانيه آه تلقاو ان شاء الله تواصل مع بعضنا يقعد عشان. على طوال الاسبوع سال قال انا ملبس علي ما عندي حتى مرض مهم. وناخذ في الزنجبيل لهنا دكتور الزنجبيل يحمي من الكوفيد الزنجبيل من ضمن النباتات والفاحات نتاعنا اللي تحسن المناعه هذا صحيح دونك. في المنطلق هذا نجم نقولوا اللي نحسنوا حماية نتاعنا اما ما هو فماش بحث يورينا اللي هو يحمي ضد الكوفيد بالذات اما يحسن المناعة وي بك. اما فما محاذير معناها نقول السيمونير واللي واللي يسمعوا فينا الكل سكان الاخضر نجاعته احسن كيف يبدا ماسيغي معناها نحطوه في الماء ماسيغاسيون فوا معناها نقيع على البرد يتعمل 12 ساعه ونشربوا ماء الصباح يكون نجاعته باهيه اما وايضا نجموا ناخذوا حتى غبر كيما معنا في تونس كفاح معناها نحطوه في السحلب يكون اه. عنده نجاعه باهي يتحط في الاخر اه. ما شويه يصلح برشا زاد عند الناس اللي تكون آه كي يقرب ولا كي يعمل غينيت تجي آه اكثر علامات هضميه فما الناس كل ما يقرب الجهاز الهضمي هو اللي يتفرع اكثر دونك يكون السكنجبيل مفيد عنده خير بالنسبه لمناعته يحسن له مناعته اما نبه انه ماذا ما ياخذوش الناس اللي التونسيون تاعهم طالع اللي معناها الضغط نتاعو مرتفع ياخذ دواء الضغط يخليه يمشي الحاجة اخرين تو نذكروه ان شاء الله وخليني زاد نعاود نرجع ونأكد وأنه احسن طريقه أن تاخذ بها زنجبيل هو الزنجبيل الاخضر تخونش صغيره نتاع زنجبيل الاخضر في على... كويس ما كبير 12 ساعة معناها تحطه 8 متاع الليل ترجع له 8 متاع الصباح تنحي كتخونش هذيك وتشرب الزنجبيل. وتشرب الزنجبيل. فوالا. فما آه طبيب آه مغربي هو خرج وانه استنشاق عود القرنفل ايه؟ ينفع. ثم جات بعده هو بعض الدراسات تقول آه وانه الاستنشاق ينجم نتاع عود القرنفل ينجم يقلق القلب. هو الطبيب شنو قال؟ قال كي تستنشق عود القرنفل السخانة آه اللي جايتك من الماء من البخار وقوه عود القرنفل في انه هو بيدو معناها مضاد للالتهابات توقف الفيروس وين ما هو تخليهش كامل يتعدى معناها السخانه السخانه هذيك والعود القرنفل باش يوقفوا الفيروس فما دراسات تقول استنشق استنشاق يقلق القلب انت ايش تقول لنا دكتور؟ انا نقول لك الهريم انه عود القرنفل كي نحطوه في الماء معناها باش يطلع لي فابور نتاعو سورتو شويه وي ليسونسيل والا الزيت الاساسي نتاع عود القرنفل <applause> كي نحطوه في الماء في ديفيزور نحطوه في ديفيزور ينجم ينظف لنا الهواء من الفيروسات بصفه عامه هذا صحيح ينجم يعطينا تحفيز للجهاز المناعي اوكي اما نستنشقوا طول في 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 الجهاز التنفسي الحقيقه فما ريسك سورتو فما الناس اللي نجم يكون عنده قلق في الجهاز مثلا عنده شويه حساسيه ولا عنده شويه التهاب ماهوش فايق به من غير علامات دونك هذاك ينجم يتاثر الحراره هذيك تنجم تاثر في تاثير سلبي دونك انا الناس اللي يحب يستعمل عود القرنفل الاستعمال اللي يعطينا احنا مرات قبل الزيت الاساسي ولا عود القرنفل بيدو كي في الماء باش يخرج شويه من الويل نتاعو الماء يغلي كديفيزور كديفيزور ناتوريل معناها تراديسيونيل <applause> والا زيت الاساسي نتاعو معناها اربع خمسه خمسه قطيرات في الديفيزور في الغرفه بعد ما نهويوها يعاوننا في تنظيف الهواء الغرفه وينقص من الفيروسات اللي في الهواء هذاك صحيح البافيت نتاعك حطيت التن... شويه دكتور باش نرجعوا احنا نطبقوا في السلامه الصحيه <applause> زاد <زي> احنا بيدنا <applause> دونك آه... مش يستنشكون بصفه مباشره بي... معناها لي ديفيزور موجودين في كل بلاصه لوي <applause> ليسونسيال انت مره عطيتنا حتى في بابي مشوار توتا في في بابي مشوار تحط جنبك على على المخده وتنجم في الليل تستنشق منك البابي مشوار هذاك الويل اسونسيل تعود الدقه شنو هي حكايه البيكربونات؟ اي <applause> اه كعبه بيكربونات آه، تنجم تمنع الكورونا وتوقف الكورونا لهالدرجه معناها وما فاقوش بها حتى عالم حتى العالم الكل ما فاقش بالبيكربونات ولا كيفاه هو اللي م... الحقيقه هذيك هي الفرق ما بين الابحاث العلميه وبين لي ال... كونستاتاسيون معناها استنتاجات شخصيه معناها واحد هو يعني يجرب حاجه واحد ويشوف يظن ان هي نفعته فهم فرق كبير معناها هذا اللي شفته انا معناها هو الناس معناها جربت جربت معناها هذيك تجربه شخصيه ما نجموش ك بروف علميه. فما زوز ابحاث تويك مسجلين خاطر فما مجامع علميه أيه؟ كيف يصير اي بحث في اي ميدان معناها يتسجلوا الابحاث هذوما باش يصير اعتمادهم بعد. فما زوز فما بحث, فم بحث في, في كليه المنصوره معناها يستعملوا في, في في الجهاز التنفسي للكورونا وفما بحث اخر في, في فيرجينيا في وست فيرجينيا ويست فيرجينيا معناها كليه الطب في فيرجينيا في امريكا يستعملوا البيكربونات في العرق الميكرو دكتور كربونات يستعملوا أيه؟ البيكربونات في العرق هي بحث تو الاول دافي عنده بعض okay. أسابيع باش ينقصوا من الريسك نتاع لاتانترينا معنا الريسك الخطر نتاع انه الكوفيد يمس الكلاوي عند بعض الناس اللي عندهم خطر للكلاوي دونك هذو محلات صحيح هذو محلات خاصه جزء ابحاث اللي صار تسجيلهم وقاعدين في طور دونك ما نجموش نحكيو عليهم حتى لين يخرج نتائج نتاع البحث نتاعهم وكما قلت هما حاجات خاصه مع الناس اللي عندهم خطر بالنسبه للكلاوي يعني هما استعمال بروتوكول طبي ماهوش ماهوش انسان مش ياخذ كيما قلت لي انت يشرب ونط وحدو لا دونك ما فماش حتى اثبات علمي في الميدان هذا في المساله باش نختم اخر نبته احكيوا ايه؟ عليها اللي هي نبته السينوج اي وقالوا انه السينوج آه مهرس اي آه في ياغورت ناتشوغال ينجم ايه؟ يحمي من اذا قريتها معناها زاد كيف كيف آه في ديباج دو فيسبوك آه ايه؟ قولي شوف. صحيح من الغلط شوف السينوج آه كيما نقولوا جولي رويال كيما نقولوا بولين إن كيما نقولوا حتى احنا عندنا البلانتا عندنا عندنا معناها العديد الغيباس نيغروم الكاسيس هذوما كل نبتات ثبت علميا انهم متحسن الجهاز المناعي سورتو ضد الفيروسات المنقوله هوائيا دونك هذا نجم نقولوه هكا بنتي معناها من اللي صار قبل كابحاث تقول لنا راك تحسن مناعتك في الجهاز التنفسي اما ضد الكورونا بالذات ما فماش ثبات دونك لا سينوج ولا حتى حاجه من اللي سميتهم واضح كي نقولوا كي نقولوا مثلا لكيناسي صحيح نبت خرق العاده وتحسن المناعه في الجهاز التنفسي واحنا كطب نكتبوه لكن ما عندناش ثبات انها ضد الكورونا بالذات معناها اللي فهمته انا انه توا حاليا ما فماش ما نجموش نحكيو على حاجه ضد الكورونا مش ضد الكورونا بالذات لا ضد الفيروسات المنقوله هوائيا بتبيع انه نحسن منعتنا خاطر احنا ثبتنا لنا انه الناس اللي منعتهم باهية يقاوموا الكورونا خير وكل الاحصائيات اللي تخرج لنا اللي 85 90 من الناس اللي جيهم كورونا ما يعملش علامات هم الناس اللي منعتهم باهية باش نجيو مالا احنا على كيفاش نجموا نحسنوا المناعه في قعدنا من الوقت. ايه؟ أقبلها قبلها هي طلبت قبيله مستمعه ايه؟ على ال 71 143 475 مه. وقالت عندها شكون اه توفى لها؟ وتوفى لها بالكورونا. اه. الله يرحمها. ثم من بعد هي سمعت اللي هي بيدها عندها الكورونا مهم. هل آه المتوفي نجم يعدي؟ هو الحقيقه الكورونا للاسف الاشكال الكبير اللي فيها هو انها تعدي في الاغلب اسبوع كامل قبل ما يظهروا العلامات معناها كان الشخص اللي كان معها في الدار وهو قبل ما يمشي للمستشفى كان مريض بالكورونا ينجم يعني يكون عداها حتى قبل ما يظهروا العلامات نتاعو دوك هذيك بالطبيعه وارد وهذاك الاشكال الكبير في الكورونا انه خاطر كان جاي ما يعدي كان يظهر العلامات راهو اقل الاشكال نتاعو انه فما برشا ناس تعدي وهي ما عندها شيء معناها عنده الفيروس لكن مازال ما عندوش علامات <applause> <applause> دوك هذاك صحيح تنجم تكون تعداد من القريبه اللي اللي من بعد تعكرت حالته ومشى للمستشفى وتوفى دوك هكا وارد بالطبيعه. اما اذا كان توفى بعد ما يتوفى بعد ما يتوفى احنا خاطر في السبيطارات نتاعنا معناها هي معناها يصير دفنه بطريقه معناها امنه دونك ما فماش ريسك انه يعديها بعد ما يتوفى اما اذا كان يكون عديها يكون عديها وقت اللي معاها في الدار واضح. وحتى قبل كما قلت لك ثم برشا ناس يتعديوا من اشخاص اخرين ما عندهمش علامات وهذاك الاشكال الكبير في الكورونا راه معناها لانه فما كما قلنا فما قريبه اسبوع قبل اول علامه اللي فيها البريود, البريود اللي فيها الانسان ينجم تاميني ينجم يعدي ناس اخرين كان نقول لك دكتور توب آه, فايف أحسن خمسة نباتات أنتوما طبا تعطيهم للي يتفرج فينا تويكا باش يحسن المناعة نتاعو هي يمكن عادات راه يعني احنا هو يمكن فما حاجات لازمنا نستانسوا بهم لازمنا نستانسوا نشربوا تيزان لازمنا نستانسوا نفوحوا في الاخر لازمنا نستنسو فما يمكن عادات لازمنا نستانسوا بها تو نجيوها اما هي تخلينا نستانسوا بالاتزان وباش تشجعنا انت عليهم شنوما ما احسن خمسه نباتات نأخذهم قصوى من الفارماسي ولا نحضرهم في الدار <applause> <applause> مش وحد في باردو ديفيكاسيتي <applause> معناها اللي كان هي بالانجا نمشيو من انجا معناها مرات من المرتبه نمر واحد فوالا هي اللي كيناسي اللي كيناسي اللي كنا قبيلي في في حديثنا دونك موجوده عندنا في الصيدليات نلقاوها مستخلصات نلقاوها حبوب وحتى حتى معناها دي بريزونطاسيون حاضرين معنا دي لابوغتوار توينز ما شاء متعدين اللي عملوا كل واحد عمل اللي كيناسي نتاعو في في اشكال مختلفه دونك هذه الحقيقه حاجه تفرحنا وأن آه نقولوا اللي الاستعمال نتاعها باذن الله يعاون برشا الناس الكل آه اللي عنده يحب يحسن المناعه نتاعو ضد الفيروسات المنقولة هوائيا نعاود فما دي فور زايدين معاهم الزنك زايدين معاهم الكويفر زايدين معاهم السيلينيوم دونك آه لكن سي تنجم تاخذها وحدها من الصيدليه معناها حبوب نتاع 100 ملي كل يوم للوقايه للناس الكل بيه. آه نجم تاخذ ايضا سائل حتى حتى معناها صغير ابتداء من 12 سنه وحتى من 9 سنوات نجم تعطيه لكي آه ليكيد سائل معناها معناها نتاع 3 ملي على العالي اذا كان يوزن 30 كيلو مثلا ولا 500 اذا كان يوزن 5 كيلو معناها 1 ملي على 10 كيلو على, على 10 كيلو نعطيه له مره في اليوم وقايه نعمل اون بوز اذا كان معناها استعملت الكيناسي ثلاثه اسابيع نرتاح اسبوع ثم نعاود نرجع ثلاثه اسابيع بي. اخرين هذه ف... الكيناسي ف... نمر ف... واحد ثم الكش الكشمش المشهور الكاسيس <applause> الكاسيس اللي معناها سورتو البراعم نتاعو تو احنا في تونس عندنا البراعم مركزه نتاع الكشمش خارقه العاده دونك نجم نعملوها معناها خمس قطرات معناها عند الادلت مرة في اليوم في كاس اه. ماء، دونك خارقة العادة تعطينا نجاعة كبيرة، حتى عند صغيرات معناها ابتداء من ثلاثة سنوات نجم تعطيه ثلاثة قطرات في اليوم في كاس أيضا نجم نقول بعضه زاد كيف كيف نتاع نجاعة، البلانتا احنا نقول الزويل في تونس معناها اللي يتحصل عليه نبتة تونسية موجودة اه. عندنا، البلانتا احنا في تونس عندنا سيلياتا دونك فما انواع بلانتا ماجور بلانتا اه دونك الاستعمال في تونس معناها كي تلقاه اه ليتا ناتوريل نتاعو نجمو نعملوه مستحلب مقدار معلقه قهوه على كاس ماء خمسه دقائق ثم نشربو منه كل يوم في الصباح خرق العاده سيرتو الناس اللي اللي عنده شويه فراجيليتي ريسبيراتوار اللي الجهاز التنفسي نتاعو في يتقلق باي فيروس دونك يقولوا لي وقتنا وفي واحنا مازلنا في النبته نمر اثنين ان شاء الله نكملوهم الاسبوع القادم ان شاء الله فصحى الصحه والناس في ساعه في ساعه باش نسالك الزنك شنو حكيته بالحق يوقف الفيروس ما يخليش إيه يكمل يتسرب إيه بقيه الخلايا. السانك معناها لقينا اللي عنده نجاح في الجهاز المناعي ايضا دونك أيه؟ وداير الناس اللي قلنا عملوا بريزونتاسيون نشجعهم ونشكرهم توانسه اللابوراتوار أيه؟ اللي حطوا معنا الزنك مع اللي كيما في كلمه زنك في, في كلمه يوقف نش... الفيروس يعاون في تحسين المناعه في الجهاز التنفسي كما قلت لك ماهوش ماهوش سبيسيفيك ماهوش سبيسيفيك موش سبيسيفيك هو مش سبيسيفيك مش, 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 مش نمبر واحد يحسن الجهاز التنفسي دونك انا نشجع الناس انه ياخذوا لي فورم اللي فيهم زاك دونك انا في اخر كلمه نقولها بربي اسالوا قبل ما تشريوا خاطر هنا الزنك تقطع <applause> سيلينيوم تقطع فما حاجات تقطعت راهي ماهيش سبيسيفيك للكورونا راهو حاجات تقوي المناعه معناها تنجم تلقى برشا حاجات اخرى خير من الزنك انت ما شريتهاش حطيت فلوسك في الزنك ايك. دونك استنينا الجمعه الجايه ان شاء الله تو نوضحوا بقيه النباتات بربي لين كلمه واحده بربي ما تاخذوش عده انواع من المكملات الغذائيه اللي تسال عليها الفارماسيان تقول له فاش قاعد تاخذ خاطر باش ما تعملش سور اي وين نلقاو الزنك نشريو احنا تو خاطر وناخذوا معناتها كبار بالحق دونك شكرا لك دكتور سامي غطاس حاولت نوضح معاك اكثر الحاجات الشائعه واللي قاعدين تتناقل فيها التوانسه ان شاء الله وضحنا لكم الرؤيه مع دكتور سامي غطاس ان شاء الله باش نرجع راني للمناعه وتقويه المناعه في الماكله طريق وفي طريقه الطهو وفي لي في شنو ناخذوا في الفيتوثيرابي وفي الميوباتي حضرنا لكم تحقيق حلو برشا حتى على الوخز بالابار الصينيه استناونا في الموعد هذايا كلها ارسبت سبت من مطلع ثلاثة باش نكونوا معاكم في المباشر آه مرحبا بأسئلتكم على الباج نتاعنا والناس الوطنية اثنين غدوة إن شاء الله الحي كان عشنا إعادة الحلقة ذي مع نص نهار ديما على الوطنية اثنين شكرا لكم تبعتونا صحة وعافية إن شاء الله سلامة